السلام عليكم، أنا محمد حسين من نابلس. اليوم إجينا على جامعة النجاح القديمة نقدم امتحان. إجينا أول إشي نفطر، فإجينا عند كوخ الفلافل، كان عامل فعالية إنه يوزع أكل عن روح الشهداء، وهاي فعالية حلوة عن أرواح الشهداء. ومش بس الأكل يعني والطعام، في فعاليات كتير تعملها عن أرواح الشهداء عشان نعزز ذكراهم عنا والكل يتذكرهم يوم استشهادهم. وبشجع الجميع يعمل هيك فعاليات بشكل عام أكثر من إشي عن أرواحهم. طبعاً اليوم إحنا عاملين مبادرة للشهيد عبود صبوح وأبو صالح العزيزة بالذكرى السنوية تبعتهم، كل إشي بالمحل مجاني. طبعاً في كتير ناس بيحكوا لنا إنه أنتوا عاملين هاي الشغلات كدعاية، إحنا مش عاملينها كدعاية، إحنا الشباب دول أصحابنا بيعزوا علينا، وتاني إشي هدول الشباب عملوا لنا عز بنابلس وعز بكل فلسطين. أنا بفتكر لما أحكي إن أنا من نابلس إنه هدول الشباب من نابلس، فإحنا هذا الشغلات أقل إشي بنقدر نقدمهم لأرواحهم. طبعاً هاي الصور إحنا حاطينها لطلاب الجامعة هون، إنه الجامعة جنبنا، إيه عشان الشباب برضه ما ينسوهم، الناس كلها ما تنسى أبو صالح وعبود وإبراهيم ووديع وكل الشباب. نيالهم والله نيالهم، يا رب ما يجمعنا فيهم بس بالجنة. طبعاً هذا محل جديد عشان يكون عندك علم، كانوا عبود وأبو صالح كانوا وقفوا معنا بالكوخ هناك، هذا كان مشروع صغير بالنسبة للكوخ، بعدها صار محل كبير. كانوا وقفوا معنا يساعدونا، يعني يساعدونا معنوياً ومادياً وكل إشي، وقفوا معنا من نقطة الصفر. فهذا الإشي اللي بنعمله قاعدين هلأ، إن إحنا قاعدين بنقدم كل إشي مجاناً عن أرواحهم، هذا إشي لسه مش عاملين إشي إحنا، أقل إشي بنقدر نعمله.